شنو هي التقية؟ الله المصير. بس شنو قصدي احنا ما نستعملها بين بعضنا، نستعملها شنو هي؟ التقية. ما نستعملها بين محرم عليها. هي تجوز من الامراء مع مين مولانا؟ مع غير المسلمين يعني. حلو. يعني الحاكم يستعملها مع غير المسلم. ايوه. ومع المسلمين. المسلمين بين بعضهم ما يصير ولا يصير؟ بلا يصير. ما يصير. يجوز بلا مولانا. يجوز. لا عشان اذا تأمن مكره. يعني مولانا واحد مثلا يكره الصوفية تقدر يسألك تقول له أنا مسلم، ما تقول له أنا صوفي. أنا قصدي دكتور هل من اللي الصوفية مش مسلمين؟ لا يعني في ناس يكفروهم. أنا قصدي دكتور هل إن مثلا نفس ما قال جيب صحن صحن رفيق اثنين صحن جيب ثلاثة صحن جيب لا أنا ما اساس تؤمن مكر مثلا العدو انت تجيب اثنين صحن انا وش لو انه مسلم او تؤمن ابا بس هل ان هذا يعتبر نفاق ولا شو؟ مره وصل ابن عثار امام المعتزله وقع في يد الخوارج شو؟ ما كانوش يعرفوا فقالوا له من انت؟ قال مشرك مستبين الله شو؟ الله قاموا قالوا له وجب علينا حمايتك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلامه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ووصل وصل لحد دار وقفل الباب وقال أنا واصل ابن عثار المتنبي يقول والصدق شر إذا ألقاك في الكرة بالعظام ويتكلم عن الحمى يقول ويصدق وعدوها والصدق شر إذا ألقاك في الكرة بالعظام حلو أنت دلوقتي حينما تدع في شيء فيه هلال يجوز أنك تعمل هذه التركية أيوة أنا هذا الحين إحنا نقيس هذا الدكتور على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول العنزين ان مثلا في حديث لان يكذب فيها المؤمن ستمر على الناس سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها يكون الأمين ويؤتمن الخائن. هذا شلون نوازن بين مثلا هذا التقية والحديث هذا يعني هذا في شوية تداخلات إن الأمانة تخلو من الناس تخلو من الناس حتى يقال إن في بني فلان أمينا ما أطلقه ما أجلده أجايب أبو زيد القريشي أهلا أكل اكل الشيوخ مال الصباح حلو دكتور حلو احنا شيوخ لا يا اخي شيله كله وحط اللحمه بس حط اللحمه حتى بس اللحمه بص يا سيدنا خلينا على الطاوله هنا هو تحكي لك على طول كده بس ايوه اي نعم كمل مولانا واخد بالك كانه اذا خلت في اخر الزمان والامانه تختفي من الناس والامانه دي لها انواع اولا يوسد الامر لغير اهله ايوه فيكثر الفساد صح لذلك الراجل لما جه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم متى الأمانة متى الساعة؟ قالوا إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة فالمراد بضياع الأمانة الساعة هنا الخراب مش القيامة لأن إذا وصل الأمر لغير أهله برضه تذنب جيب قائية وتجرأت بدأ
هارب الذئاب يتجرع على الكبار. إذا ضيعت الأمانة؟ فانتظر الساعة. حلو. زين دليل على كلامك الشيخ، في وايد ناس الحين مثلا يدشون مشاريع مع ناس يخلونهم بالأرباح وبالأرباح السريعة، يعطونهم أول شيء أرباح شوية بعدين تفضل سيد يشطون على المال كله، فهذا من أنواع ضاعة الأمانة صح؟ غفر الله له.